بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الأربع الموافق 17 يناير 2024. حلقة جديدة وحلقة نهاية الأسبوع دايما عندنا. انتوا عارفين أسبوع آخر النهار بيبدأ يوم السبت وبينتهي يوم الأربع، فالنهاردة آخر حلقة في الأسبوع وحضراتكم خلاص حرفين وحافظين محتواها. شوية كلام في المقدمة الإخبارية وأهم اللقطات والأخبار، وبعد كده الفقرة الرياضية السخنة أوفسايد، وكلام طبعا عن كأس الأمم، المباراة المرتقبة بكرة ما بين مصر وغانا، ثم الفقرة الأخيرة فقرة السوشيال ميديا، وهي فقرة كمان سبايسي ومشطشطة ضفنا فيها النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ سامي عبد الراضي. في البداية بس أنا عايز أشكر حضراتكم شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، لأنه رسائل الاطمئنان على صحتي كانت كثيرة جدا لما من يومين طلعت وكان في المشكلة في عيني دي. الحمد لله النهاردة الحمد لله أحسن كتير، بس بشكركم كل الناس اللي بعتولي شخصيا أو كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتمنولي الشفاء وقالوا لي الحمد لله على سلامتك وألف سلامة. بقول لهم شكرا جزيلا، وربنا أبدا ما يمرضكم ولا أشوف فيكم حاجة وحشة أبدا، وربنا يمتعنا جميعا بالصحة والعافية ويشفي كل مريض، اللهم أمين. طيب خلونا نبدأ بالمعركة. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ايه المعركة اللي حصل اليومين دول في مصر؟ هي معركة محاربة الغلاء والفساد. والحقيقة انه رغم ان في بعض الاشياء في مصر بتبقى سلبية، لكن واحدة من الايجابيات المهمة اللي عندنا في الثقافة المصرية هي فكرة العدوى او فكرة الهوجة او فكرة الموجة، سموها اللي انتوا عاوزينه، اللي هي لحاجة لما تحصل والكل يتكلم فيها تحس انها خلاص بقت عدوى والكل ماشي في السكة دي وكأنها بقت مهمة قومية. ودي ميزة، دي ميزة، والميزة هنا الفضل فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لحضرتك ايها المواطن المصري، لان انت اللي ابتديت الحملة دي. انا بحب ارجع الفضل لاصحابه. كان سهل قوي 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 اقعد اطنطن واقول ان الاعلام هو اللي عامل دلوقتي الحملة بتاعت القضاء على الفساد والحملة بتاعت الرقابة على الاسواق والقضاء على الغلاء وتوحش بعض التجار والمتلاعبين والمحتكرين وكذا، واقول ان احنا هنا في البرنامج قعدنا نتكلم ونقول وصحينا الرأي العام والوعي وبتاع. كان ممكن اقعد اقول كلام من ده كتير، بس الحق احق ان يتبع. احنا كنا رد فعل، صاحب الفعل هو المواطن في الشارع، المواطن اللي عبر عن معاناته، والمواطن اللي قال في حاجة غلط، والمواطن اللي قال الحمد لله على كل شيء، بس موضوع التموين والسلع التموينية والتلاعب اللي بيعمله بعض التجار في الأسواق شيء لا يمكن السكوت عليه، واحنا بنئن وبنعاني وبيطالب الدولة من أكبر رأس فيها إلى أصغر مسؤول فيها بالتدخل الفوري لوقف هذا الوضع. فبالتالي المواطن هو صاحب الصرخة الأولى والأساسية، وإحنا تلقفنا هذه الصرخة ونقلناها. ومبارح شفتوا الجلسة المهمة جدا اللي حصلت في البرلمان في مجلس النواب اللي كان موجود فيها وزير التموين الدكتور علي صلحي، والبرلمان الحقيقة كان لسان حال الشعب وواجه وزير التموين والحكومة بكل السوءات اللي موجودة في منظومة التموين والسلع التموينية والسلع الاستراتيجية اللي موجودة وعاملة صداع في رأس كل أسرة مصرية وعائلة مصرية. امبارح كانت جلسة تاريخية عبر فيها النواب عن أنين ومعاناة الشارع المصري بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق. وأنا نقلت لحضراتكم امبارح وقائع الجلسة وتفاصيلها، وقلت لكم الحقيقة امبارح إنه وزير التموين كان في موقف لا يحسد عليه، لا يحسد عليه. وكمان زدتكم من الشعر بيت وقلت لكم انه حتى رد وزير التموين الحقيقة لم يكن كافيا ولم يكن مقنعا، لا قدر يفسر للناس الاسباب الحقيقية لسوء وتردي الاوضاع في منظومة التموين بخلاف الاحداث العالمية والازمة العالمية اللي كلنا عارفينها ومقرين بيها، ولا حتى قدر يطمننا على السياسات المستقبلية. ما وضعش حلول امام النواب امبارح وقال لهم الحاجة الغلط دي هتتصلح بكذا وانه الاسبوع الجاي هنعمل كذا. فالحقيقة في رأيي ان امبارح كان تقصير كبير وفشل في الامتحان لوزير التموين امام مجلس النواب اللي هو بيمثل الناس في الشارع.
والعدوى أصابت الحكومة، العدوى الإيجابية بتاعت اليقظة وتحدي التلاعب والرقابة والتحكم في الأسواق والأسعار أصابت الحكومة، والدليل ما انعكس النهاردة على اجتماع رئيس مجلس الوزراء وتصريحات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي كان نصيب الأسد من حديثه النهاردة عن موضوع الأسواق ورقابة على الأسعار والسلع. وهاجل حضراتكم دلوقتي فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي عن آلية جديدة للرقابة على الأسواق، منها التتبع الإلكتروني والفواتير والحوكمة والرقمنة وما إلى ذلك. بس أنا هتوقف أولا أمام توجيه مهم جدا قاله الدكتور مصطفى مدبولي لزملاء الوزراء والمحافظين، والحقيقة أنا التوجيه ده أنا من أنصاره ومحبيه من أكتر من 25 سنة وبطالب بيه طول الوقت طول الوقت هنا في الإعلام. دكتور مصطفى مدبولي قال النهاردة أنا أطالب الوزراء والمحافظين بالنزول إلى الشارع، أطالبهم بالنزول إلى الشارع وتفقد مواقع العمل والإنتاج والاحتكاك بالناس والاطلاع على الأوضاع الحقيقية من خلال الرؤية والواقع وليس من خلال التقارير والورق. والكلام ده عين 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 الصواب، عين الصواب اللي انا بوح صوتي في الكلام عنه من اكتر من 20 سنة. المسؤول يا سادة عشان يبقى مسؤول جزء اساسي من مسؤوليته انه يعرف ويشوف ويحس، يعرف ويشوف ويحس. هيعرف ويشوف ويحس ازاي وهو قاعد في مكتبه؟ انا عارف المسؤوليات كتير وفي بوسطة وفي عمل روتيني وفي لجان ولجان متابعة واجتماعات ومقابلات، كل ده على عيني وراسي. بس كل ده يجي في المقام التاني. المقام الاول هو خدمة الناس. الوزير موجود عشان خدمة الناس وحل مشاكل الناس ورفع مستوى معيشة الناس ورفع المستوى الخدمات المقدمة للناس. اضربوا الكلام اللي انا بقوله ده بقى في 1000 لما يكون الوزير وزير في وزارة خدمية. خدمية يعني شغله مرتبط بالناس بشكل مباشر، زي وزير النقل، وزير المواصلات، وزير التموين. وزير التموين ده أنا في رأيي ما يقعدش في المكتب نص ساعة. وزير التموين يعني عيش وأنابيب بوتاجاز وسكر وزيت وقمح ما هو ده وزير التموين. يبقى شغله في الشارع، ولما الناس تشتكي لازم يعرف الناس بتشتكي من ايه، وينزل يشوف كل يوم السوبر ماركت ده السلعة موجودة ولا لأ، والسوبر ماركت ده ازاي بيبيع سلعة السكر برقم، ويخش البقالة اللي جنبه يلاقي نفس السلعة بتتباع برقم تاني، ويلاقي واحد بيبيع ب5 جنيه وواحد بيبيع ب50 جنيه، ويلاقي واحد عنده والتاني ما عندوش، والموزع والتاجر اللي استلم جملة من مصنع السكر ولا مصنع الزيت ولا من القبضة بتاع الصناعات الغذائية استلم طن أطنان ويخش يقولك ما عندوش ازاي؟ وما الأطنان اللي انت استلمتها من السلعة دي وديتها فين؟ ما يا اما بعتها سوق سودة يا اما مخزنها جوه عشان تعطش السوق. فالكلام ده ما ينفعش يجيلي كوزير من خلال تقارير. التقارير مجنون، التقارير ملهاش عيون، لكن الوزير والمسؤول هو اللي له عيون ولازم ينزل ويراقب ويتابع ويقف مع الناس ويسمع شكوى الناس ويسمع اقتراحات من الناس للحلول. لان صاحب المشكلة يا معالي الوزير، وانا هنا مش بكلم بس وزير التموين، بكلم كل وزير في وزارته وكل محافظ في محافظته، صاحب المشكلة هو ادرى الناس بالمشكلة، فانزل واسمعها منه. فاكرين المثل اللي بيقولك صدق العليل ولا تصدق التحاليل؟ فانا بقول للوزير صدق المواطن وما تصدقش التقارير، اسمع للمواطن وما تسمعش للتقارير. التقارير ممكن تبقى متفبركة، ممكن تبقى متزوقة، ممكن تبقى مطمئنة، ممكن 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 على هوا اللي بيكتب التقرير. لكن الشارع عمره ما هيكذب عليك، المواطن عمره ما هيزوق الكلام، هينزل يقولك احنا بنعاني من كذا والمشكلة في كذا واعمل لنا كذا عشان المشكلة دي تتحل. فالتواصل مع الشارع اهم وسائل حلول وذكاء ونجاح اي حكومة خلقها ربنا. عشان كده انا بشد النهاردة على ايد
الدكتور مصطفى مدبولي، وبثني وباكد على مطالبته للوزراء والمحافظين، انزلوا الشوارع، احتكوا بالناس، شوفوا المشكلة على حقيقتها في الشارع وفي الواقع عشان تلاقوا لها حل، وابعدوا عن المكاتب التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل. رحبوا معي بالمستشار محمد الحم قصانية، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري. مساء الخير يا استاذ مستشار. مساء الخير يا فندم. ازاي معاليك؟ ان شاء الله اكون بخير. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. محمد بيه، انا عارف ان الضغط اليومين دول زايد شوية على الحكومة، بس في النهاية هذا هو قدر الحكومة، ولازم في النهاية نتحمل، لانه معاناة الناس او شكوى الناس يعني امر لا يقبل الرد. اكيد يا فندم، وده واجبنا ودولة رئيس الوزراء يعني بكل ترحاب، والسادة الوزراء بكل ترحاب، نحن نتلقى اي اراء بصدر رحب ونعمل على حل كافة المشكلات والتحديات. وزي ما حضرتك ذكرت ده بالفعل كان جوهر ما اشار اليه دولة رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، عندما طالب سيادته معالي السادة الوزراء بضرورة زيارة مواقع العمل والإنتاج لمتابعة خطط العمل الوطني، وكذلك إجراء حوارات مع المواطنين ومع المستثمرين والعمل على حل مشاكل القطاع الخاص. فطبعا بطبيعة الحال مجلس الوزراء، دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء على أتم استعداد لاستماع لكافة الآراء وتلقي كافة المقترحات والعمل على حل كافة المشاكل. يعني طبعا خلاص لا نبكي على اللبن المسكوب، بس دي واحدة كانت من الآفات، انه تحديدا الوزارات الخدمية كانت بعيدة شوية عن فكرة نبض الشارع ورأي الشارع، وده اللي عمل الفجوة اللي أدت إلى الأزمة هذه الأيام. وأعتقد ان التصريحات ومطالبات دولة رئيس الوزراء النهاردة هتعالج هذه المسألة، وهنلاقي جزء الأكبر من الحكومة سواء الوزراء أو مساعديهم بيقضوا فترات أطول في الشارع المصري خلال الفترة اللي جاية. إن شاء الله يا فندم. وأنا أؤكد لحضرتك أنه بخلاف طبعا الدور المنوط بالسادة الوزراء، كما وجه دولة رئيس الوزراء بأهمية التواصل مع السادة المواطنين ومتابعة المشروعات المختلفة التنموية التي تقوم بها الدولة، أيضا هناك آليات للرقابة والمتابعة على مستوى كل وزارة. وبما أن حضرتك أشرت لي على سبيل المثال التموين أو أسعار السلع بصفة عامة، هناك آليات المتابعة والرقابة سواء على مستوى وزارة التموين أو على مستوى الجهات الرقابية أو على مستوى المحافظات أو على مستوى مجلس الوزراء أيضا. وبالتالي أؤكد لحضرتك أنه كافة الجهات الرقابية والآليات المتابعة والسادة الوزراء سوف تزيد من عملية المتابعة والتفاعل مع الشارع خلال الفترة المقبلة. طبعا الكلام بتاع مطالبة الوزراء بالنزول الى الشارع والاحتكاك بالمواطنين ينطبق يمكن اكتر كمان على السادة المحافظين، اللي هم الاقرب كل في محافظته بالجهات التنفيذية والخدمية. اكيد طبعا يا فندم، هو التوجيه لكافة المسؤولين بطبيعة الحال، ويعني وكل يعني ونحن على ثقة بان معالي السيد وزير التنمية المحلية سوف يقوم ايضا بنقل ذات التوجيه الى معالي السادة المحافظين. دون شك المتابعة على مستوى المحافظات الى جانب المتابعة على مستوى السادة الوزراء سوف تكون مكثفة خلال الفترة المقبلة، وبالضرورة بطبيعة الحال هناك دور هام للسادة الوزراء في هذا الصدد. ممتاز. في كلام النهاردة سمعناه من دولة رئيس الوزراء وحضرتك ألمحت له دلوقتي، انه هيتم تفعيل الاليات الرقابية اللي موجودة عند مجلس الوزراء والوزارات كل في وزارته، وسمعت كلام عن الفواتير وتتبع الفواتير وفكرة الرقمنة والحوكمة، بس المشاهدين محتاجين يفهموا اكتر ايه اللي هيتم في هذا الاطار. في الحقيقة فندم، هو الموضوع بيعود بالأساس للقرارات التي أصدرها دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق. كما تعلم حضرتك أنه أحد ضمن القرارات الصادرة، هناك قرار صادر من دولة رئيس الوزراء بتشكيل أمانة فنية للجنة الوزارية التي ترأسها معالي السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق. الأمانة الفنية منوط بها تشكيل منظومة متكاملة لضبط أسعار السلع
السلع في الأسواق وتتبع أسعار السلع وأيضا التنبؤ بأي أزمات في السلع الأساسية. خلال الفترة الماضية عملت الأمانة العامة على متابعة تنفيذ القرارات بطبيعة الحال الصادرة طب عن انا دولة اسف، انا رئيس اسف الوزراء. للمقاطعه يا سياده المستشار، بس ممكن انزل مع حضرتك شويه بس كده بمستوى الكلام اللي عشان عامه المشاهدين يتواصلوا معانا ويفهموه. انا عارف طبعا الجهد اللي بذل في وزاره التخطيط واللجنه الفنيه اللي شكلت، لكن برضو خد بالك الفتره اللي فاتت كان فيها مشكله، فواضح انه برضو اللجنه لسه ما حطتش ايديها قوي على نقاط الخلل. هو في نقطة سهلة يمكن أنا من غير المتخصصين وسيادتك هتتواصل معايا فيها وممكن تنقلها لمجلس الوزراء، هو في آلية أسهل بكتير إنه في كتير من السلع الدولة عارفة المركز الأساسي لإنتاجها، زي مثلا الشرقية للدخان عارفة كم الإنتاج اللي بيطلع يوميا، أو مصنع صناعات السكر أو فيما يتعلق بالقمح أو كذا، عارفين الجهات المنتجة واللي بتقوم بتوزع، وعارفين سلاسل تجار الجملة اللي بيستلموا، وعارفين استلموا النهاردة كام طن بالكمية كام الساعة كام. سهلة قوي ان انا اعمل فكرة التتبع دي، اروح للتاجر اللي استلم 50 طن ده، انت ال50 طن اللي استلمتهم النهاردة راحوا فين؟ وزعتهم؟ طب وزعتهم لمين؟ وريني فواتيرهم، او لو خزنتهم يبقى انت بتعمل عملية احتكار وسهل، يعني الموضوع سهل، مش عارف ازاي يعني امسك حضرتك السلسلة دي. يبدو يعني هو كلام حضرتك صحيح، انا هي دي النقطة بالفعل اللي انا كنت هتكلم فيها، انه الموضوع قد يبدو ان هو سهل، لكن بطبيعة الحال احنا بنتكلم على عدد ضخم من المصانع والمنتجين والموزعين والموردين. فعشان ما يا فندم علشان كل كده واحد يمسك تخصصه. ما هو علشان كده يا فندم النقطة اللي أنا كنت لسه هقولها، إنه الأمانة الفنية اللي شكلها دولة رئيس الوزراء هي المنوط بيها تشكيل الآلية المحكمة والتي تتبع منظومة رقمية لتجميع كافة البيانات اللي حضرتك أشرت ليها، بخلاف طبعا اللجان اللي سيتم تشكيلها على مستوى وزارة التموين والمحافظات. اللي أنا عايز أقوله يا فندم الجديد، إنه خلال الفترة الماضية العمل كان بيتم على قدم وساق، على من أجل بيتم على قدم وساق من أجل إنشاء تلك المنظومة، والأمانة الفنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عرضت خلال الفترة الماضية مراحل إنشاء المنظومة ديت على مجلس الوزراء، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة. أنت قصد حضرتك إن المنظومة دي حديثة، فبالتالي إن شاء الله يا رب إن شاء الله لو فيها إيجابيات ونجاح ليها هنشوفه في المستقبل. لا إن شاء الله يا فندم، إحنا ما بنتكلمش على فترة بعيدة، إحنا بنتكلم مش على قصدي، أنا قصدي إن المنظومة دي ما كانتش موجودة في الفترة اللي فاتت، الأسابيع اللي فاتت اللي كان فيها ذروة المشكلة. لا يا فندم ما كانتش موجودة، ولذلك القرار الصادر من دولة رئيس الوزراء كما حضرتك أشرت، إنه بينص على نفس الكلام اللي حضرتك قلت عليه، تمام، إنه هيتم تجميع بيانات الشركات والكميات اللي بتنتجها والأسعار اللي بتطلع بيها السلع، وكذلك بيانات الموردين وكافة تتبع السلعة حتى المستهلك هو النهائي. ده المطلوب يا فندم. بالضبط، فأنا بطمن حضرتك تمام، بس اسمح لي هنا، هنا واضح انه فكرة اللجوء للمنظومة الجديدة اللي يا رب ان شاء الله تؤتي ثمارها وتغير الواقع ده وتعمل رقابة وحوكمة حقيقية، بس يبدو ان احنا كده يعني فقدنا الامل في فكرة المفتش التموين والاليات اللي المفروض هي الطبيعية وكافية. لا اطلاقا يا فندم، هي العمليه هي منظومه متكامله، بمعنى انه الاليه هي اليه سيتم ادارتها بصوره مركزيه، لكن الاليه في حقيقه الامر هي بتعتمد على الاخطارات اللي بترد للجنه، اللي بترد سواء لوزاره التموين او الاليه. وبالتالي الاختراق دي بتيجي منين؟ الاختراق دي بتتجمع من على مستوى المحافظات، في لجان سيتم تشكيلها او تم تشكيلها على مستوى المحافظات. اللجان اللي بتقوم بتجميع الاختراقات وكافه البيانات على مستوى المحافظات، هناك ايضا تحتها في على مستوى كل اداره تموينيه في مفتشين التموين، في لجان المعنيه. اذا هي لم يتم الاستغناء عن فكرة مفتش التموين، ولم يتم الاستغناء أيضا عن لا أنا مش عايز أستغني عنه، الأخرى. بس أنا عايز أفعل دوره وعايز أضبطه، ولو في لا قدر الله البعض منهم مش قايم بدوره أو حضرتك فهمني، ده يتم طبعا بتره وتطهيره فورا عشان المنظومة تكتمل، لأن في النهاية مهما عملت منظومة ولجان عليا
الاليات الصغيره والادوات الصغيره، انت عارف اكتر مني حضرتك، هي اللي في ايديها كل شيء. عارف المثل اللي بيقول لك مش عايز اقول الشيطان، بس الشيطان يكمن في التفاصيل يعني. ما انا بطمن حضرتك، هي ميزه المنظومه الجديده انها منظومه شامله. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ان هي مش فقط بتستعرض بيانات او بتشرف على بيانات الشركات المنتجه والموزعين والموردين وخلافه، ولكن المنظومه الجديده هي منظومه رقميه، بمعنى انها بتتيح للامانه الفنيه اللجنه الوزاريه انها تتابع اماكن توافر السلع، ارتفاعات الاسعار. انت قصدك هنا ان المنظومه الرقميه هتحمينا شويه من التدخل البشري؟ هتحمينا، وكمان هي ميزتها ان هي هتوفر رؤية شاملة، وهتعرف تقدر ان هي تدير وتعرف اماكن او مواطن الخلل، وكذلك التنبؤ باي ازمات. يعني ميزة المنظومة الجديدة يا فندم ان هي هتقدر ان هي تتنبأ باي ازمات مقبلة، وبالتالي تتفاعل معها بصورة استباقية. مفهوم. وبالتالي حتى لو افترضنا جدلا انه زي ما حضرتك بتقول انه لوحظ انه في خلل ما في مكان ما او في نقطة معينة، سيتم التدخل فيها فورا من قبل المنظومة قبل ما المشكلة تتفاقم وتصبح أزمة في السوق. بالضبط يا فندم. طيب معلش انا اسف اثقلت عليك سيادة المستشار، بس انت عارف حضرتك هو ده الهم الاساسي للمواطن المصري هذه الايام. لا ابدا يا فندم. في مش عايز اقول اتهام، لكن في لوم على الحكومة من كثير من الناس، والحقيقة انا منهم، ان قلب الحكومة حنين شوية في فكرة التعامل مع الفاسدين او المتلاعبين او المحتكرين. يعني حتى لما غلصتوا العقوبات اتغلصت برضو سنة بحنية. انتوا وقت الازمة وقت المشاكل الكبيرة الاقتصادية اللي حاصلة دي، اي تلاعب يا سيادة المستشار ده انا فاعتقد ان ده تهديد للامن القومي، ده لا يمكن التعامل معاه بحنية او بلطف او بعقوبات منها 50,000 جنيه ولا سنة حبس ولا مش عارف كذا. ده راجل بيتلاعب باقوات الناس وبيمص دم المصريين في وقت الحرب، ده عامل زي التخابر مع دولة اجنبية كده في زمن الحرب. يعني انا اؤكد لحضرتك انه ما فيش اي تهاون، بل على العكس، لو حضرتك قريت نص القانون حضرتك او التعديلات اللي تمت، هو زي ما حضرتك ذكرت ان هم فعلا تم اقرار تغليظ للعقوبة المادية، ولكن ايضا يعني لازم ان احنا نقرأ القانون بصورة شاملة، بمعنى انه القانون ما زال بينص على الحبس، ما زال بينص على مصادرة السلع. فاذا يعني احنا انا معاك يا فندم، بس انا عشان كده كنت بقول انا بقى يمكن انا قلبي غليظ شوية عنكم يا سيادة المستشار. بس انت عارف دلوقتي اصله الارقام اللي كانت تنفع من 10 سنين النهاردة بقت ارقام واهية. يعني لو دلوقتي لو انا حطيت على تاجر يحتكر او تاجر بيمارس ممارسات غير مشروعه او بيخزن او بيعطل اي ممارسه خارج عن القانون، حطيت عليه 1 مليون ولا 2، كان زمان 1 ولا 2 ده رقم يخض. النهارده الصفقه الواحده الشمال اللي بيعملها اي تاجر بيطلع له منها ب 30 40 مليون، لو قلت له ادفع 2 مليون جنيه هيقول لك مبروك، ما ولا تفرق معاه. فانا قصدي ان العقوبات لازم تبقى بحجم الربح اللي هو بالشمال او الخارج عن القانون المتوقع. ما بالتالي يا فندم، ما انا باكد لحضرتك انه في حاله اكتشاف، يعني على سبيل المثال لو احنا هنتكلم على السلع التموينيه، في حاله ضبط اي سلع بالقيمه اللي حضرتك بتقول عليها ايا كان حجمها، فاحنا بنتكلم على انه الشخص سيتم حبسه وسيتم فرض غرامه عليه وسيتم مصادره كل السلع. البضاعه، كل البضاعه، مصادره كل البضاعه. فيعني انا اتصور انه ما فيش، يعني حضرتك بتتكلم على مثلا بضاعه مثلا هفترض ب 30 مليون زي ما حضرتك بتقول، لا هي كلها هتتصادر. ايوه، هي المشكله ان هو كان عامل صفقه من شهرين كسب ال 30 مليون خلاص اتمسكت يا استاذ بشار. بس ماشي، يعني انا بقول لحضرتك انا قلبي قاسي شويه على الفاسدين اكتر، بس معلش واحنا ماشيين في الطريق مع بعض هنغلظ العقوبات واحده واحده ان شاء الله يا فندم. يعني كل احنا بنامل انه خلال الفتره المقبله ان شاء الله المنظومه هتكون فاعله، وان شاء الله يعني الاسعار هيتم ضبطها في الاسواق. وباكد لحضرتك يعني مجلس الوزراء عندما اطلع على المنظومه، يعني المنظومه هي منظومه ايجابيه، لكن كما ذكرت كما تعلم حضرتك المنظومه لسه تم انشائها حديثا، فان شاء الله يعني خلال الفتره المقبله بمجرد ما يتم تفعيلها ان شاء الله الساده المواطنين هيحسوا بفرق في هذا الصدد. وانا معهم من منتظرين. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد الحمصاني، ومعلش اسف اثقلت عليك. شكرا جزيلا، حاولت انقل لحضراتكم او من حضراتكم كل الاسئله وكل حتى الانتقادات اللي بتوجه في الشارع للمتحدث باسم مجلس الوزراء عشان تسمعوا اجابات ومواقف وتعقيبات الحكومه. ونتمنى يا رب المنظومه اللي اعلن عنها
نصير الحمصاني دلوقتي واللي اتخذها النهارده وافق عليها مجلس الوزراء باذن الله باذن الله تغير وتعمل حاله ضبط وربط في الاسواق وتوقف حاله الغلاء في السلع. طيب تعالوا نروح للنشاط اللي قام بيه النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا كان واحد من اهم اللقاءات اللي عقدها النهارده استقباله لي وزير خارجيه اليونان اللي بيزور القاهره. وانا قلت لحضراتكم اكثر من مره طبيعه العلاقات الخاصه التي تربط هذه المرحله تحديدا ما بين مصر واليونان. اليونان يمكن زمان ما كانتش من الدول اللي في بوصله الدبلوماسيه المصريه بشكل كبير، لكن فيما بعد 2014 وعندما تولى السيد الرئيس وفي اطار الجمهوريه الجديده وضبط السياسات الخارجيه وبوصلتها، اصبحت اليونان واحده من اهم الدول اللي بتعقد معها مصر علاقات سياسيه واقتصاديه مهمه، اولا لانها جاره لينا في شمال المتوسط، ثم لاهميه الاقتصاديه الكبيره فيما يتعلق بترسيم الحدود والجزء المهم البحري الاقليمي اللي احنا عملناه مع دوله اليونان. وكمان اليونان على مستوى السياسه الخارجيه فيها اتزان وفيها حكمه وفيها توافق كبير ما بين الملفات المصريه اليونانيه في هذا الاطار، واعتقد انه التقارب المصري اليوناني كلما يزيد اكثر فاكثر يصب بالتاكيد في صالح الدولتين. هنذهب الى تقرير عن مجمل نشاط السيد الرئيس في هذا اليوم ومنه الى الفاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخبارنا في اخر النهار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليونان جورج جيرابيترايتس، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى السيد الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيدا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث حذر السيد الرئيس من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف. وقد اتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري، مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل باعتبارها القضية المركزية في المنطقة والطريقة لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الإفريقية بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لزيادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد. ووجه سيادته بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية.
اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. قلت لحضراتكم امبارح وكنا من اوائل القنوات اللي بتذيع هذا الخبر، العنوان بيقول ان وحش الكون اتطلقت. مين وحش الكون؟ ياسمين عبد العزيز. وقلت لحضراتكم امبارح ملابسات الموضوع، وازاي اعلنت ياسمين عبد العزيز عن الخبر، وازاي اعلن طليقها احمد العوضي عن الخبر. وهنا عندي كم ملحوظة صغيرين كده، ارجو ان حضراتكم يتسع صدركم ليهم. يعني واحد، ملحوظة الاولى ان وحش الكون اتطلق. فين الملحوظة اللي هنا؟ ان مفيش حاجة بتدوم، لا حب بيدوم ولا كره بيدوم. وان انت لو شفت الكلام اللي كان بيقوله العوضي وياسمين عن بعضهم خلال الخمس سنين اللي فاتوا، تحس انه يعني ايه، توأم روحي، وان هم خلاص هيكملوا عيشتهم وحياتهم عصافير سو 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 لحد اخر العمر. لكن مفيش احلى من الكلام الحلو اللي بيتقال في الوقت الحلو. المشكلة ان احنا ما بنبقاش عاملين حساب الوقت اللي مش حلو. فعشان كده لما تسمع كلام حلو في الوقت الحلو، اعرف ان ده كلام مؤقت مرهون بالوقت ده. لما يختلف الحال ويختلف الظرف ويختلف الوقت يختلف الكلام. دي اول ملحوظة. تاني ملحوظة، انا قلت لحضراتكم امبارح بعد ما قلت الخبر، قلت لكم ارجوكم تناولوا الخبر معايا بالشكل اللي انا بقوله، اللي هو الشكل الخبري بس. احنا اللي يهمنا بما ان هم اتنين فنانين واتنين شخصيات عامة واخبارهم تهم الناس، ان احنا نقول لحضراتكم ان هم اعلنوا ان هم تم الطلاق بينهم رسميا، فول ستوب. لكن للاسف في ناس كتير ما عملتش اللي انا بعمله ده. كل الناس بقى المواقع، طب ليه؟ وابتدوا الناس يوجهوا لهم اسئله، طب قولي يا ياسمين هو عمل كذا، قولي يا احمد هي، طب يا ياسمين عملت كذا، طب. وابتدت ناس تفتي وتكتب، لا ده انا هقول لكم بقى اللي ما تعرفوهوش، اصل ياسمين مسك ده عمل، احمد عمل مش عارف ايه، ولا مش انتوا يا جماعه بتعملوا كده ليه؟ وازاي تسمحوا لنفسكم ان انتوا تقتحموا البيوت واسرار البيوت بالشكل ده، في حين انتوا ما تسمحوش لحد انه يخبط على باب بيتكم؟ لكن عادي، احنا نعمل اللي ما نرضاش انه يتعمل فينا. فثانيا، انا ارجوكم 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 لا تقتحموا اسرار البيوت حتى عند الطلاق. نقول لهم خلاص ربنا يوفقكم كل واحد بعد كده في حياته المستقبليه، دون ان ندخل في النميمه التي تؤدي بنا الى ان احنا ناخد ذنوب والعياذ بالله. والدليل على اللي انا بقوله لكم ده، انه اضطريتوا ياسمين عبد العزيز النهارده انها تنزل بوست تحلف بيه بالله، تحلف بيه بالله ان احمد العوضي ما خانهاش، وان الخيانه الزوجيه مش هي السبب في الطلاق. وادي البوست اللي هي نشرته النهارده على صفحتها الرسميه بتاعت ياسمين عبد العزيز. اشهد امام الله، كانها في محكمه، يا بصوا وصلتوها لفين. اشهد امام الله ان هذا الرجل لم يخونني، بس هي كاتبه يخونني غلط، هي لم يخنني، لانه لم دي بتجزم، لم يخنني خلال خمس سنين جواز، وانفصلنا شيء قدري مش بايدينا. هي كتبت كده ليه؟ طواعية كده من مزاجها، صحيت الصبح قالت لك اما اكتب ان الراجل ما خنيش. من سيل الهري والشائعات والطعن في الاعراض وفي السمعات وفي كذا اللي نزل على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده. فما يصحش، ما يصحش يا جماعه، ده مش اشياء نهزر فيها. النقطه الثالثه بقى، وهي الاهم، وهي الاهم، من ساعة ما تم الإعلان امبارح عن خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وكتير من الناس على السوشيال ميديا قامت قالت لك إيه؟ شيل الله يا ليلى عبد اللطيف. تعالوا بقى نعمل مقام لليلى عبد اللطيف. دوروا لنا على ليلى عبد اللطيف عشان نعرف توقعاتنا ومستقبلنا وهيحصل لنا في إيه 24 ومش عارف إيه. واللي ما يعرفش عرفه إنه السيدة ليلى عبد اللطيف سيدة بتعمل في مجال التنبؤات، والموسم بتاعها هو نهاية كل عام في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من كل عام. معظم القنوات بتستضيفها وبتطلع تقول تنبؤاتها وتوقعاتها للعام الميلادي الجديد. فالحقيقة إنها في أواخر عام 2024 طلعت في أحد البرامج واللقاءات التلفزيونية وقالت
انه هي بتتوقع انه في عام 2024 هيحصل انفصال او هيحصل طلاق ما بين اتنين مشاهير هم احمد العوضي وياسمين عبد العزيز. وساعتها الناس قالت اهي بتطق كلامه خلاص. ده مش بس كده، ده ساعتها كمان ياسمين عبد العزيز قامت كاتبه ساعتها بناء على الكلام اللي قالته ليلى عبد اللطيف عنها ده، ياسمين عبد العزيز قامت كاتبه هنا اهو: يا ساتر يا رب بلاش انت يا ليلى. وطبعا اللي في الصوره دي صوره الاستاذه ليلى عبد اللطيف اللي هي بتاعت التوقعات والتنبؤات. ياسمين عبد العزيز بعد ما سمعت التنبؤ بتاعها عن علاقتها هي واحمد العوضي قامت كاتبه كده: يا ساتر يا رب بلاش انت يا ليلى. والناحيه الثانيه احمد العوضي لما كان في احد المهرجانات سئل عن توقع ليلى عبد اللطيف فقام قايل كده: لا الحقيقه انا ما بسمعش الكلام ده وما بهتمش بالكلام ده وما بؤمنش بالكلام ده. ده كان رده ساعتها. تعدي الايام 3 4 اسابيع من الكلام اللي قالته ليلى ويحصل الطلاق، فالناس كلها على السوشيال ميديا امبارح بتقول لك ايه؟ بس الست دي ما بتجليش، الست دي عارفه وفاهمه وراسيه وقادره. وانا بقول لكم حرام عليكم، حرام عليكم اللي بتعملوه في نفسكم واللي بتعملوه في عقلكم واللي بتعملوه في دينكم. في دينكم؟ اه طبعا في دينكم. هو الدين فيه كده؟ ديننا الاسلامي اللي احنا عارفينه فيه رمي بالغيب؟ فيه ان ربنا اشرك حد في علمه وفي غيبه؟ في كده؟ لو انتوا عارفين ان الاسلام فيه كده خلاص يبقى انا اللي معرفش. كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدفوا. كذب كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدفوا، يعني لو نبوءتهم صدقت يبقوا برضو كذب، ولو نبوءتهم صدفت انها حصلت يبقى برضو كذب، لان لا ليلى ولا غير ليلى يعلم الغيب ولا يعلم ما سيكون الا الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. لا ليلى ولا غير ليلى، عشان ما يبقاش كلامي كله على السيده ليلى، لا ليلى ولا غير ليلى، لا احد ربنا اعطاه او اشركه في علمه بالغيب. عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده، مش علماء الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده. الله واحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يكن له كفوا، مفيش حد تاني كفء لربنا في انه يعرف الغيب. مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا مؤمنين بيه؟ فازاي دماغكوا تشت؟ هتقولوا لي يا تامر طب ادينا تفسير للي حصل. اولا انا مش مطالب بتفسير، اولا انا مش مطالب بتفسير. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يفعل ولا يسأل عما يفعل. ربنا مش مطالب ان يقول لنا حكمته ايه في الحاجات الغريبة على فهمنا. ربنا له حكمة لا يعلمها الا هو، ومش من حقنا ان احنا نقول يا رب هو انت ليه عملت لنا الطواف حوالين الكعبة 7 مرات مش 8؟ ليه يا رب خلتنا نقبل حجر لا يفيد ولا يضر؟ ليه يا رب مش عارف ليه عملت الليل مش عارف قبل النهار؟ مش من حقنا ان احنا نسأل، لان ربنا يفعل ولا يسأل عما يفعل، احنا بس اللي نسأل. فده رقم واحد. رقم اتنين، انا في اعتقادي المتواضع ان ربنا قال لك وفي اياته تدبروا وتفكروا، فعلينا ان احنا نتدبر ونتفكر. اشمعنا صدفت وحصلت؟ انا في رأيي المتواضع بعد الحمد لله رب العالمين والله اعلى واعلم، ان ده اختبار لعقيدتك. لو انت صدقت ان في حد هيعرف الغيب وهيعرف المستقبل وهيعرف ايه اللي هيحصل بكرة، يبقى عليك ان انت تراجع عقيدتك وتراجع ايمانك وتراجع تصديقك لربنا سبحانه وتعالى ولكتابه الحكيم. لكن لما تسمع كده وتقول يا ده النبوءة بتاعت فلان او فلانة تحققت، فلازم ترد وتقول سبحان الله الذي يعلم ولا نعلم، لازم تقول صدفة، لازم تقول جت كده، لازم تقول ايه جت كده.
لكن ان انت تصدق وتقتنع ان حد عنده علم الغيب او عارف ايه اللي هيحصل، انا بقول لك مش عايز اقول كلام كبير بقى يدخلنا في الكفر والشرك بالله مش عايز اقول كلام كبير لان انا مش اهله، لكن اللي انا مؤكد ان انا بقوله لك عليك ساعتها ان انت تراجع نفسك في عقيدتك وفي تيقنك ويقينك وثقتك في كلام ربنا سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة واحد. والآية في سورة الأنعام بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا في رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية 59 سورة الأنعام: ويعلم ما في البر والبحر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ربنا اللي بيقولك كده لا يعلمها إلا هو، تيجي تقوله لا فلانة كمان عارفة؟ قابل بقى انت يا عم الحاج، قابل يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. حصاد قواتنا المسلحة ومنه الى الفاصل. جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة المصرية من أجل حفظ الأمن محليا وإقليميا ودوليا، جهود من بينها أنه على مدار الأيام القليلة الماضية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيدة سيغري كاخ كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية، وهذا وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولة تهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة إنسانية لسكان القطاع. فيما أشادت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندي لوبيسي قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. وتناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، وكذلك زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقوات البحرية. والتقى في وقت سابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكن من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساتها. وتضمن لقاء عرض تقديم لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها،
وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الدعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة. يا مساء الورد والفل والياسمين على كل جمهور آخر النهار في كل مكان، معادنا الأسبوعي وأوف سايد يا مساء أفريقيا. زيك يا أستاذ تيمور. يا أهلا وسهلا. عامل إيه؟ والله الحمد لله في نعمة. جميل، بخير الحمد لله رب دايما عارف. يا رب الحمد لله. لسه حالا دلوقتي مصفر الحكم في مباراة المغرب وتنزانيا، والمغرب أعلن عن نفسه كرابع العالم اللي يعني مخلص سيمي فاينل في كاس العالم، دخل تقريبا كده ايه في مباراة تنزانيا بيقول لكل فرق القارة انا هنا، خافوا اترعبوا عقليا وفنيا وبدنيا واحترافيا. المغرب صاحب البطولة؟ لا، ما فيش حاجة اسمها طبعا صاحب البطولة، بدري جدا جدا جدا، وده يعني بيسموه كده حمى البدايات اللي يمكن قياس عليها لنهاية البطولة. طبعا شيء ممتاز ان المغرب يبتدي بقوة، والمغرب واحد من قوى افريقيا الكروية بشكل كبير، مش حتى عشان رابع العالم، طول عمر المغرب بيبقى مرشح في تصفيات كاس العالم وكاس الامم للمنافسة على الالقاب. وبرافو عليهم ان هم تعلموا من دروس الفرق الكبيرة اللي تعثرت في المباريات الافتتاحية زي مصر وزي الكاميرون وزي نيجيريا والجزائر وفرق كتيرة وغانا، فواضح ان هم استوعبوا الدرس كويس ونزلوا بالتركيز الكامل والحماس الكامل والطاقه الكامله مع الوضع في الاعتبار برضو. والله مش تقليل بالمغرب، المغرب انا ما اتفرجتش على الماتش بس زملائي قالوا لي ان هم عملوا مباراه ممتازه المنتخب المغربي، بس مع الوضع في الاعتبار ان المنتخب التنزاني منتخب متواضع المستوى شويه، في رايي هو يعتبر من اقل فرق البطوله. انا عايز اقول لك انه المغرب كان فنيا طبعا هو الاعلى على مدار 90 دقيقه، تنزانيا كانت بتحاول تقف على رجلها وتدافع لحد في الدقيقه 78 تقريبا او 77 اتطرد المدافع من تنزانيا، فطبعا انهاروا اكتر. طبيعي طبيعي، بس انا بقول لك مش مقياس. كل التهنئه طبعا للمنتخب المغربي وبدايه ممتازه، ومهم قوي ان الكبير يقول للناس انا جاي وعيني على البطوله ويعمل جرس انذار وكارت تهديد لكل الفرق الكبرى، فبرافو على المغرب اللي عملوا كده. وطبعا اللوم والعتاب على الفرق الكبيره التانية اللي استهونت في المباريات الافتتاحيه وفرطت في اعطاء الصوره القويه دي. حلو قوي، بس خليني ابص برضو الفوز المغرب الاكتساح والزهير بتاع اسود الاطلس النهارده في وجه تنزانيا بحاجه تانية. اصل ممكن يبقى فعلا اعلان عن قوة رابع العالم منتخب المغرب، وممكن يصيب منتخب المغرب بالعنجهية في البطولة فما تكملش لا قدر الله. احنا عايزين طبعا كل التوفيق للمنتخب. لا يعني المعيار هنا او الاعتبار هنا هو الادارة الفنية والنفسية للمنتخب المغربي انه يكملوا على نفس المستوى، وطبعا لسه الاصعب قادم، وده لسه ما ينفعش نقيس عليه جدا، لانه مباراة تنزانيا بقول لك مش بقياس. لما المغرب يلعب فرقة مستواها متطور وقوي في البطولة ساعتها نقدر نحكم بشكل كبير على أداء المنتخب المغربي. ثم بقول لك البطولة في رأيي ستبدأ في الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات، فأي كلام دلوقتي عن دور المجموعات هيعتبر مؤشرات خادعة لا يمكن الاعتماد عليها. زي ما شفنا النسخة اللي فاتت نسخة 21-22 كانت الحقيقة فعلا أنه دور المجموعات كان حاجة صحيح. بالنسبة خاصة لمنتخبنا، وبعد كده طلعنا لقينا حاجات تانية بتحصل وناس بتقصى بره البطولة بشكل غريب. اوعوا تنخدعوا بمؤشرات البدايات، دايما يقول لك العبرة بالخواتيم، العبرة بس بالنهاية. انا ليه سألت السؤال ده كده بهزار شوية، اللي هو هي المغرب جاية تاخد البطولة ولا ايه؟ لان كلنا طبعا بنحترم وليد الركراقي اللي هو المدير الفني الوطني في منتخب المغرب، وكنا بنشجع كلنا المغرب في كاس العالم، فالطبيعي ان احنا منتظرين الاعلان النهارده، وتم فعلا الاعلان وبقوه حتى لو تواضع منتخب تنزانيا. اللي جاي هو اللي هيبين.
قوي اللي جاي هو اللي هو طبعا طبعا. طيب نروح بقى لمنتخبنا، ووسط يعني احساس كده بانه البطل المتوج وضمان، دخل قدام موزمبيق وللاسف كان الوصول من منتخبنا احنا للتعادل بشق الانفس. وبما ان مصر طبعا كبيره القاره فما كانتش هي لوحدها، فحبت يبقى معاها برضو منتخبات تانية، فلقينا نيجيريا بتتعادل، الجزائر بتتعادل، تونس بتقع قدام ناميبيا. المفاجآت دي كلها تخليك تقول المنتخب اللي مش هيحضر ويذاكر كويس لخصمه يعني هيزعل وهيبقى شكله وحش قوي في البطولة دي. طبعا طبعا. مباراتنا قدام موزمبيق الحمد لله جدا 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 ان الدرس جه بدري كده في أول مباراة. طبعا ده نعمة من عند ربنا، لأن الدرس لو كان جه في وقت ما فيهوش تعويض كانت تبقى مشكلة كبيرة. فكون إن ربنا يبعت لك الدرس والفوقان ده بالبلدي كده، الفوقان ده يفوقك في المباراة الأولى، فدي نعمة كبيرة. على الله يكون الدرس استوعبه الجهاز الفني واللاعبين، لأن في نقطة أنت ألمحتي إليها أنا عايز أقول لك هي دي أكتر حاجة مضايقاني ورعباني كمان. اللي هي حالة الغرور والثقة الزائدة اللي عند الجهاز الفني واللاعبين وهم حتى لسه قبل ما يركبوا الطائرة ويروحوا على كوت ديفوار. في نغمة مش عارف الحقيقة جاية منين، انه فكرة ان احنا نوصل للنهائي ده امر مفروغ منه. هي الفكرة بس ان يا رب ان العكوسات ما تبقاش ضدنا زي البطولتين اللي فاتوا ونعرف نكسب الفاينل. تفتكر على اساس ان احنا خسرانين نهائيين قبل كده 17 و اولا دول ثانيا الاداء الحلو اللي اتعمل لمنتخبنا مع فيتوريا خلال السنه اللي فاتت. هو ده بقى الحتتين دول مهم. الحتتين دول خلوا فيتوريا نفسه ولعبت المنتخب مع الاعلام مع المحللين الرياضيين طالعين بيتكلموا على ان ده افضل تشكيله وده افضل جيل لمنتخب مصر من سنوات طويله جدا من وقت جيل حسن شحاته. فبالتالي فكره ان احنا واصلين للفاينل ده امر مفروغ منه، وان القصه بس في التوفيق وعدم التوفيق هو اللي هيلازمنا في الفاينل ولا لا، ودي كارثه. وبانت كل امراتها في مباراه الافتتاح. المنتخب المدير الفني فيتوريا واللعيبه نازلين اول ماتش مش شايفين منتخب موزمبيق، مش شايفينه كانه مش موجود. والفكره انه الحظ خدمنا باول هدف في ده كمان زود الطيب الاولى. عايز اقول لك ان ده زود الطيب اللي انا كنت هنا في استوديو تحليلي بعد المباراه مباشره وقلت الجمله دي، انا من اكتر الناس اللي بتتضايق لما الهدف يجي بدري قوي كده، ما بحبش اقول بتتشائم بس بتتضايق وبتقلق جدا من الاهداف المبكره. اسمح لي، انا اول ما هدف بيجي الفريق انا بقلق جدا جدا، بحس ان هيبقى فيه استهتار وفي تراخي، فبالتالي الدفعه هتقلب. وده بالظبط اللي حصل. احنا جبنا الجول في الدقيقه الثانيه، حسينا ان الماتش عباره عن نزهه وان احنا كل ربع ساعه تلت ساعه هنمزج كده ونتسلى ونجيب جون وبتاع والماتش هيطلع حفله. فاللعيبه طفت المكان، فحصلت الريمونتادا الموزمبيقيه وعملوا 2-1، خدوا ثقه وتقلوا ولولا الهديه الربانيه، لان انت لعبتي حتى وحش بعد ما كنت عايزه تتعادلي، حتى بعد ال 2-1 لموزمبيق وانت مكثفه وضغطه ما كانش فيه فكره، ما كانش فيه تكتيك، ما كانش فيه اداء، وكان فيه رعونه واللعيبه بتعمل ميس باس وما كانش فيه تحكم في الاعصاب. ايوه، لان في صدمه جت كانهم اتفاجئوا ان الوقت بيخلص خلاص. طبعا مفيش وقت انهم، فعايز اقول لك انه حتى ما عملتيش كره من هجمه منظمه، بقول لك دي هديه ربانيه، بس ربنا ما حبش ينكد علينا في ماتش الافتتاح ونطلع خسرانين. فعايز التوتر وعدم التركيز ده من لعيبتنا، كانت لعيبه موزمبيق على الجانب الثاني تقلوا ركزوا جرأوا علينا سجلوا، يعني احنا اللي هديناهم الهديه. ايوه طبعا، ما خلاص ما انت فرقه نازله ركبها بتخبط في بعض من اسم منتخب مصر واسم الفراعنه والمنتخب اللي جايب 7 ألقاب وي وكمان في اول دقيقه اكلتيهم جون، فقال لك بس ده احنا هتعمل علينا حفله. دقيقة في دقيقة 10 دقايق في 10 دقايق لقوا الفرقة ريحت وفرقة عادية، وبقى هم ينقلوا كورة ويوصلوا للشناوي، والشناوي يشيل جون، فقال لك الله ده الدنيا سهلة. وأنا متأكد إن المدير الفني لمنتخب موزمبيق في الاستراحة في الهاف تايم قال لهم كده، أنا ما كنتش معاهم طبعا بس أنا متأكد قال لهم كده، قال لهم أنتوا خايفين من إيه؟ دي طلعت فرقة عادية جدا أهو، أنتوا شفتوا نقلتوا كام نقلة ووصلتوا وهم عملوا الجون وما عملوش غيره. لا إحنا ضغطنا ضغط عالي ولا فبالتالي انزلوا الشوط الثاني وهجموا ولعبوا وهتكسبوا، وده اللي عملوه. فبصراحه بقول لك درس مفيد جدا 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 جدا، وهتشوفي بكره منتخب مصر هينزل عامل ازاي في ماتش غانا. هينزل زي اول 3 دقايق في ماتش موزمبيق ولا حتى 3 دقايق اقوى لانه خلاص فهم الدرس
فاكر الاسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم عن مشوار منتخب مصر وتوقعاتنا للبطوله، قلت لك فكره المجموعه ما تتكلميش فيها، دي مجموعه هنعدي منها واحنا مغمضين. بعد ماتش الافتتاح انت بقى عندك دلوقتي قلق، لو بكره خسرتي من غانا لا قدر الله انت ممكن تودعي البطوله، خصوصا ان المباراه الثالثه اللي احنا كنا مستسهلينها قدام راس الاخضر، شفت راس الاخضر عملت ايه غانا، فبالتالي انت دلوقتي مش بس بقى قصتك في الادوار اللي جايه ومستواكي، انت دلوقتي عندك لا قدر الله احتماليه ان انت تخرجي من البطوله من الدور الاول لو ما كسبتيش بكره غانا، فهم وضعوا نفسهم في مأزق هم لوحدهم اللي يقدروا يطلعونا منه. هنطلع منه اعتقد بحجم المسؤوليه اللي عند المنتخب المصري ان هم فاقوا واستوعبوا الدرس، مع تقييمي لمنتخب غانا انه مش المنتخب المرعب بتاع زمان بالظبط. اعتقد انه لو فيتوريا احسن قراءه الادوات اللي معاه والخصم، لا ان شاء الله نقدر. انت اتفرجت على غانا طبعا مع كاب فيردي، غانا 2014 حاجه، غانا 2024 لا حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص طبعا. يظل لكن عندهم خلي بالك يظل منتخب كبير واسم كبير طبعا والتاريخ كبير، والكبار في القاره يقلقوا لان ما تعرفيش ينتفض امتى في لحظه يفوق امتى، وعنده واعتقد ان طبعا فيتوريا ارى الحكايه دي، عنده اهم ورقه هي الجناح الشمال بانسال، وعنده كمان لاعب في وسط الملعب اسمه محمد قدوس، اللاعب ده بيلعب في الدوري الانجليزي. طبعا الناس اللي بتلعب فانتازي اللاعب ده اول ما ظهر كانه كنز، ليه؟ لانه شغال نقط، بيجيب لهم نقط كتير. الراجل ده شاله ما لعبوش في ماتش كاب فيردي وهيلعبه بس قدام مصر من صحيح. أول من بكره بس المباراة. انا بقول لك يعني قدوس طبعا ورقه مهمه جدا وتقل كبير جدا في وسط الملعب، لكن انا بقول لك ورقه او مفتاح اللعب الاساسي المؤثر واللي قادر على احداث الفارق الجناح الشمال. هو الجناح الشمال بانسيل، فلازم فيتوريا يحضر له كويس قوي، مش عارف بقى هيلعب بمحمد هاني ولا عمر كمال عبد الواحد، بس لازم حد من وسط الملعب يبقى مرمي على اليمين عشان بانسيل ده لو عدى هتبقى مشكلة كبيرة. طيب أستاذ تامر، مش كل الجمهور بيتابع الماتشات الودية وتشكيلاتها ومشروع فيتوريا اللي بدأوا من أول يوم اللاوي من سنة ونص، لكن أنا تابعت شوية وشفت التشكيلة إزاي وإيه التشكيلة اللي في الآخر المهم استقر عليها عشان وقت الجد بقى. أنا لقيت إن على مدار الماتشات الودية كان بيلعب 4-3-3، دايما زيزو بياخد رقم 8، صلاح متطرف في مكانه على اليمين، لكن اوقات زي بالظبط يورجن كلوب بينزل نص الملعب كصانع لعب، ولكن شغله معظمه كله من الطرف اليمين. يورجن كلوب لما استخدمه في نص الملعب بشكل كامل زي ما عمل في ماتش موزمبيق لوي فيتوريا، يورجن كلوب لقى نفسه في الدوري الاوروبي السنه اللي فاتت، ورجع تاني صلح من خطأه وابتدى فعلا صلاح يكون في جناح اليمين ينزل بعض الاوقات ويقود بعض الهجمات. دلوقتي جينا وقت الجد لقينا روي فيتوريا قدام موزمبيق 4-4-2، الله فين شغل سنه ونص كاملين؟ فين الشغل اللي انت بتعمله؟ هو اخر مباراه قدام تنزانيا كان جربها 4-4-2، لقيناه دخل في الجد 4-4-2، وزيزو بقى دوره للاسف، هو زيزو ما كانش وحش، هو دوره كان تايه في مركزه اللي هو كان فيه كان تايه. تفتكر روي فيتوريا اتصدمت انت وان هو واقف على الخط، قرايته وردود فعله على نتيجه مصر وموزمبيق صدمتك ان هو مش معرفش يتصرف، لان احنا بنقول المدير الفني القوي جدا بيقرا المباراه من على الخط. روي فيتوريا انت شفته على مدار 90 دقيقه مع موزمبيق، حسيت ايه؟ يعني اتصدمت فعلا في رد فعله ولا كان عادي؟ هو ما جاش. روي فيتوريا ماتش موزمبيق كان داي اوف، زي ما في لعيبه كتير بيبقى في ايام كتيره داي اوف، لعيب مش في يومه، فبالتالي لعيب كبير ولعيب منتج ولعيب مؤثر وكذا، بس مش في يومه، مش موفق. كمان المدربين ما هو بشر. وانا بقول لك ان فيتوريا مدرب كبير وهايل، وانت عارف انا ايوه انت من الناس اللي بتدعمه ازاي، لكن انا بقول لك انه مباراه موزمبيق دي كانت الداي اوف لروي فيتوريا، لم يحسب لها بحسابات، وكان متوقع انه في 3 بونت في جيبه، فمش بالضروره يفكر ويخطط وبتاع، وربما كمان الهمه او قاده تفكيره لفكره مش لو صح. انا في رايي انها ما كانتش رهان مظبوط، وهو انه يغير الخطه تمويها في الماتش السهل ويخلي صلاح مثبته في نص الملعب الخطه الاساسيه اللي هو جربها اكتر من مره في المباراه الوديه وعارف فعاليتها، هيخليها لمباراه الايه المهمه الثقيله والمهمه اللي من وجهه نظره مهمه او المفصليه، لكن ما يحرقش خطته ويكشف اوراقه قدام الفرق الكبيره في مباراه موزمبيق. هو حاسس ان لو نزل اي 11 ولعب باي خطه قدام موزمبيق هيكسب، والهدف الاولاني اكد الحكايه دي بعد دقيقتين.
ده وجهه نظر ممكن تكون. انا ما عنديش يعني انا ميالها عشان حاجه تقنعني انا مش داخل جوه دماغ فيتوريا، بس انا في رايي انها في دي الاساس. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان كل الناس، واكيد فيتوريا وصلوا هذا الكلام واكيد شافوا لانه مدرب كبير، كل الناس قالت لك ان واحد من الفروق الاساسيه في تغير كره منتخب مصر القبيحه ما قبل فيتوريا الى جميله في ولايه فيتوريا لاعب واحد. مين هو؟ مروان عطية. تمام. واحد من الاسباب، بقولش ان هو كل، تمام، بس واحد من الاسباب الرئيسيه في الدعم الفني المهم اللي حصل لوسط منتخب مصر وخلى منتخب مصر موصول الخطوط بعد ما كان بيقدم كره قبيحه متباعده الخطوط في عهد كروش، كان مروان عطية، انه بيوصل ما بين الخطوط كويس وبيستلم كويس وبيسلم كويس. تمام. حلو. فانت عارفه ان ده واحد من الاضافات المهمه جدا اللي بتخليك تلعبي كويس. تمام. فهو قرر ان يشيله في الماتش ده، حتى لما اتزنق ما نزلوش. بالظبط. خدت بالك؟ يعني هو قرر انه، معناه ان هو مصمم يعمل، قرر انه ما يبداش بيه وهيبدا بحمدي فتحي والنني، وانه حتى لما اتزنق في الهاف تايم او حتى بعد ما تاخر بهدفين ما نزلوش. نزل مرموش ونزل امام ونزل كذا. فده معنى اكيد هو مش مستبعده خالص من حساباته، فده معناه ان هو قال لك ان مروان ده بتاع الماتشات التقيل اللي جايه. حلو. فده برضو رهان مش محسوب من وجهه نظري. لكن انت زي ما قلت ما دخلتش جوه دماغه، لكن انت بتتوقع. لا انا بستنتج، ممكن يكون انا بستنتج لان ده التفسير الوحيد اللي يقنع. مش معقوله تكون انت بتأدي اداء ممتاز بخطه معينه وتيجي في البطوله بقى اللي انت عايز تكسبها تغير الاداء وتغير العناصر. انا اول ما ابتدى روي فيتوريا من فرحتي ان احنا بنلعب وبنهاجم بعرض الملعب وبشوف كره بتتعمل وجمل على جبهه اليمين وانقل الكره على جبهه الشمال لحمدي فتحي، عفوا محمد حمدي، بياخد الكره وعرضياته. ايه ده ايه ده، احنا عندنا كره. انا فاكره كويس جدا كنت بهلل. فانا ان انا شفت الكره دي انا مياله جدا لاستنتاجاتك دي عشان بجد فعلا تقنعني. تعالى نروح لحته مهمه بقى. انا مش هسالك عن تشكيله بتاعت بكره انت بتتوقعها او تفتكر ممكن تبقى عامله ازاي، قبل ما نتكلم في نقطه مهمه جدا. مصر كلها بتتكلم في حته كابتن محمد النني له كل الاحترام، لكن انا عايزه اعلق بس بتعليق لميكائيل ارتيتا اللي هو المدير الفني نادي ارسنال الانجليزي اللي بيلعب فيه كابتن محمد النني. كل ما يخلص عقده. لا الجمله دي غلط. لا ايه؟ هو النني ما بيلعبش في ارسنال. انا هكمل. كملي في ايه؟ انا هقول لك بقى. انا بقول لك الجمله غلط. هو بيقعد دك ما بينزلش. هو اسمه ايه؟ هو ماضي مع ارسنال. بالظبط. احنا ليه بقى ماضي؟ الكلام لازم يبقى واضح. حلو. انه محمد النني زي ما انت قلتي له كل الاحترام وشكرا طبعاً جدا طبعاً على تاريخه اللي قدمه طبعاً مع طبعاً منتخب مصر، لكن لازم نبقى عارفين الوضعيه الحاليه احنا بنتكلم فيها، ان احنا بنتكلم على لاعب لا يرى المستطيل الاخضر في المباريات الرسميه لنادي ارسنال. بالظبط. اذا اسمه نادي او لاعب متعاقد مع نادي أرسنال لكن لا يلعب مع نادي ارسنال. حلو قوي، سلام عليك. ايه بقى ماضي مع نادي ارسنال؟ ليه ميكائيل ارتيتا اللي بيعمل مشروع جديد لنادي ارسنال عشان يقدر يعيد نجاحات وتاريخ ارسنال، ليه دايما بيجدد مع محمد النني اول باول؟ مجرد ما عاده ينتهي يجدد معاه، ليه؟ هو لما سالوه في المؤتمرات الصحفيه قال لهم محمد النني انه دوره عظيم جدا لا يقل اهميه عن ساكا ومارتينيلي جناح اليمين والشمال ولا لعيبه ارسنال كلهم. ليه يا عم بيعمل ايه؟ بيبث الحماس بشكل عظيم وقوي. صح. جدا جوه اللعيبه. تاني حاجه، هو من الحرس القديم، كل العناصر اللي جابها ارتيتا معظمها كلها لسه صغيرين في السن. ده معناه ايه يا استاذ ولاء؟ ده معناه ان انا ممكن استفيد بيه في ده من وجهه نظري في منتخب مصر بنفس الشكل. صح. ومعناه بس كمان بس اني خلاص انا ما فيش معنى كمان، هو ده يعني احنا مش هنخترع العجله. اذا كان من وجهه نظر فيتوريا ان وجود زي ما قال كتير من الناس كمان من كواليس معسكر المنتخب، ان اذا كان وجود محمد النني مهم جدا لدوره في اوضه اللبس، مظبوط، على عيني وراسي، انا ساعتها اضحي بمكان في القايمه وادخل محمد النني معه في اختياراتي، بس على هذا الشرط انه يكون معايا في اوضه اللبس، يبث الروح وفي التمرين ويبقى مدرب تاني مع المدربين وانه تمام. لكن اعمل زي ارتيتا، ما يبقاش هو الركيزه الاساسيه عندي في نص الملعب. مظبوط. الناس كلها سالت في الماتش بتاع موزمبيق ايه دور محمد النني، كان للاسف الشديد يعني خلل في وسط ملعب منتخب مصر. الفكره ان انت حاليا بقى عندك الافضل، عندك واحد هو بطل
افريقيا مع فريقه. هو مروان عطية. عشان كده قلت لك استسهال المباراه خلاني اشيل القوي للاقوى. ده توقع على فكره ممكن يطلع غلط، وممكن يكون فيتوريا شايف ان احسن لعيب وسط ملعب عنده في السكواد هو محمد النني. ممكن هو المدير الفني طبعا، هو المدير الفني، بس انا بقول لك بناء على المعطيات اللي احنا شايفينها مش معقوله واحد يحجز مكانه اساسي في منتخب مصر وهو ما بيلمسش كوره في الماتشات في الدوري الانجليزي، ما بيلمسهاش. عندي سؤال بقى لتامر امين، وجهه نظرك كده، عندنا لاعب من اهم اللعيبه الموجودين في العالم محمد صلاح، يعني الناس كلها بتحسدنا عليه، يوظفوا ازاي مع لاعب جودته عاليه جدا وبروفايل فعلا بنقول عليه كلنا انه اوروبي بلعبه في الملعب زي زيزو، يوظفهم ازاي؟ خد بالك محمد صلاح برضو علشان ما يتظلمش، محمد صلاح بشر، ومحمد صلاح برضو بيدي على قد اللي مطلوب منه، فهتلاقي محمد صلاح في يوم ماتش موزمبيق ربع محمد صلاح لانه عارف ان دي موزمبيق واللعيبه كلها نازله عارفه ان دي موزمبيق مش مركزه في الماتش. قامت موزمبيق فوقتنا وقالت لنا انا موزمبيق. برافو عليك، برافو عليك والله اذا صح. اللعيبه نازله هبذل مجهود ليه وحجر كتير ليه وهعمل تاكلينج ليه واجد نفسي ليه؟ ماتش مضمون وثلاثه بونت وربنا كمان اكد لي الحكايه دي بجون في اول دقيقه. فالموضوع خلصان. فاللعيب خدي بالك، اللعيب ما يقدرش يتغير من قمه البرد الى قمه السخن اثناء المباراه على حسب التجهيز النفسي. طالما هو داخل الماتش من قبلها بيوم طافي المكن ومريح وفي الحته المنطقه الكومفورت زون خلصت. حتى لو الماتش قلب منه زي ما حصل مننا كده مش هعرف ادوس على زرار فرجع الحماس ورجع التجهيز ورجع التركيز، مفيش، خلصت. بس من ساعه ما الماتش خلص هتلاقي بقى دلوقتي الحماس والتركيز والدراسه لمباراه بكره في اعلى مستويات، عشان كده هتلاقي حتى نظره اللعيبه بكره وهي نازله هتلاقيها مختلفه. بس اقول لك على حاجه برضو عشان حرام، في كره عملها صلاح كده بيعملها في ليفربول اللي وصل لها مصطفى محمد لماك أليستر، لا لسه بيحضره لسه، في حد كده بيفهمه يعني ارنولد بيبقى فاهمه جدا. انا لقيت يعني محمد هاني لا مش واعي هو محمد صلاح بيعمل ايه اصلا طبعاً. يعني انا بعتذر ده مش بقلل منه والله مين؟ بس يعني محمد هاني لا مالهاش علاقه بتعليم، بس احنا قلنا إنه كتير انه لما تيجي تقارنه صلاح صح قارنه صلاح بمن معه. مين بيخدم على صلاح في ليفربول ومين بيخدم على صلاح في المنتخب؟ طب ده معناه انه بقى من الاخر كده المنتخب مش محتاج حشر لعيبه محترفين ونلعب بالمضمون، ولا لا المحترفين طبعا المحترفين هيوصلونا لنهائي زي ما وصلونا 2017 و2000 المحترفين مهمين، بس انا رايي المتواضع انه في علامه استفهام دلوقتي على مكانين لابد من اعاده النظر فيهم. محمد النني ومحمد حجازي، احمد حجازي. احمد حجازي هو يصعب عليا ان اقول كده انه ما فيهاش يعني صعبانه، انا بتكلم على اداء ومستوى محمد النني، اداؤه وابتعاده عن المباريات في ارسنال يخليه ما يحجزش مكان اساسي مع منتخب مصر. واحمد حجازي طبعا صخر الدفاع مهمه جدا، لكن عودته من الاصابه لم تعده بكامل لياقته الذهنيه والفنيه. الهدف الثاني بتاع منتخب موزمبيق بسبب بطء احمد حجازي. بطء احمد حجازي ده منين جاي؟ من انه لسه ما استعدش كامل الفورمه. ده لعيب راجع من ثالث صليبي. ثالث صليبي فكروا في الكلام، لعيب راجع من ثالث صليبي يعني قلبنا معاه، بس في النهايه ما ينفعش هو ده اللي انا اضغط عليه دلوقتي. طب احنا بنتمنى كل يا رب التوفيق ان شاء الله، وقلوبنا كلها بتلعب بكره مع اللعيبه. في بقى حاجه حلوه، مش نقولنا الوحش كله، نقول حاجه حلوه. ايه بذمتك كده يعني ما فرحتش لما لقيت مباراه الافتتاح بيديرها طاقم تحكيمي مصري كامل وفعلا ابهر افريقيا وخاصه بقى المصريين؟ محمد عادل طبعا امبارح مباراه مالي وجنوب افريقيا. بص يا ست البنات خليني اكمل لك. لا عشان بس انا ايه ضد النغمه دي. ليه؟ انا مع نص النغمه بس. الا وهي؟ ان انا فرحان ان بقى عندنا اطقم تحكيم مصريه في المحافل الافريقيه. لان ده ما كانش بيحصل. يعني انا كنت بقول من سنه او سنتين ساعه لما كانوا بيختاروا قوائم الحكام في العالم لكاس العالم، وبصيت كده لقيتنا فرحانين قوي ان عندنا حامل رايه اسمه ابو الرجال. ماشي حامل رايه. ماشي قطر بعت اربع حكام ومش عارف مين بعتين ثلاث حكام ومين بعتين سبع حكام من دول معانا. واحنا مصر ام الكره في افريقيا بعت حامل رايه. كويس، فقلت ساعتها دي فضيحه. فالان يبقى عندنا مجموعه من الحكام
ليهم اسم على الساحة وبيتصدروا المشهد شوية وموجودين في مباراة مهمة. خدي بالك لجنة الحكام في افريقيا بتعين اهم اطقم حكام لمباراة الافتتاح صفوة. مباراة الافتتاح ومباراة الختام تمام. وفي النص طبعا المباريات المهمة، بس مباراة الافتتاح ومباراة الختام بيحط لهم احسن الحكام عشان دول الوجهة تمام. فلما يتحط طاقم تحكيم مصري بالكامل في مباراة الافتتاح دي حاجة ايه كويسة عظيمة فول ستوب. ايه اللي انا سمعته بقى في الراديو وفي التلفزيون ومن حضرتك دلوقتي في التحليلات انه الطاقم المصري عمل اداء مبهر ومش عارف ايه، وان احنا يا نهار ابيض ده احنا خدنا كاس الامم الافريقيه في التحكيم من كذا. لا الحقيقه انا شايف ان دي مبالغه، مش عايز اقول لفظ مش لطيف، بس الحقيقه دي افوره لا يمكن قبولها. تمام. طاقم تحكيم مصري بيحكم مباراه ما بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، مش كده غينيا بيساو باين كده. ايه الصعوبه في الماتش ده الطبيعي؟ مش صعوبه، بس احنا كناش بنروح زي ما انت قلت. بس برافو عليك، يبقى ايه؟ يبقى مبسوطين ان احنا بنروح ده العادي وبنحكم يعني. لكن ان طاقم التحكيم يعمل مباراه عاديه ما بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ويطلع من غير اخطاء فاقول ده عمل اداء مبهر ولازم نديهم جائزه نوبل في التحكيم. طب هو الطبيعي ان طاقم التحكيم المصري يعمل لنا مصيبه في كل ماتش؟ لا يا ساتر يا رب. سؤال مهم لا جدا. لا الافواره غلط وهتغيرهم بيتغروا غلط، ده لسه قدامهم كتير لحد ما يثبتوا نفسهم ويبقوا رقم واحد على افريقيا، وبعدين نلاقيهم موجودين في كاس العالم اللي جاي، ساعتها نقول بقى ايه برافو عليهم. تمام يا استاذ تامر، هو سؤال واحد ومهم جدا يلا. بس عايزه منك شفافيه فيه. شفافيه يقول لي وانا ما عنديش شفافيه؟ براحتك انت حر. لا لو سمحت بس الاستاذ المبجل العظيم ميسي فاز بكاس العالم 22 23 كان واخد ذا بيست، يجي دلوقتي ذا بيست اللي كانت عن 23 اللي عمل فيها هالاند كل حاجه يفوز برضو ميسي بمنتهى الشفافية؟ ميسي هالاند اتظلم؟ قوم يروح. هالاند اتظلم؟ اه عمل كل حاجة في 23 صحيح والله. افضل موهبة جت في التاريخ ميسي، ما حدش قال صحيح حاجة. صحيح والله قوم يروح. انا مش قلت لك في يوم من الايام يا ولاء الكلام ده من 3 سنين ولا من سنتين بقى مش فاكر، كل شوية يعد علينا ما شاء الله، انت ايه حكايتك اليومين مش دول؟ مش انا قلت لك ان هالاند ده اكذوبة كبرى؟ مش حصل انا قلت الكلام ده؟ قلت وانا ما اقتنعتش. انت حره والعالم كل... طب والبطولات اللي جابها؟ جابها وجابها لوحده بيلعب كاراتيه. ايوه ما كلهم بيلعبوا. هو جابها لوحده، هو ماكينه تهديف مع فرقه بتوصل كل دقيقه للجون، فلو جابوا لمؤاخذه ولاء وحطوها مكان هندي هتجيب لها اجوان والله اتمنى يعني. لكن عمر ما هالاند ده هتشوفيه احسن لاعب في العالم، عمرك ما هتشوفيه ميسي ولا رونالدو. ايوه يعني ميسي يستحق ذا بيست طبعا. ميسي طول ما هو لابس شورت وفانيلا يبقى ذا بيست. الله يسامحك انت وبيب جوارديولا. شكرا. طول ما لابس اول ما يقلع البتاع ساعتها ممكن نديها له حتى في البيت على المعاش. على فكره نايمه من الراحه، خلاص انا قفلت الموضوع. يلا يا ست البلد قفلت الموضوع. نورتي. وبعد الفاصل السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مسك الختام للحلقه وللاسبوع كله فقره السوشيال ميديا، ومنورنا الكاتب الصحفي والصديق العزيز استاذ سامي عبد الراضي نجم التليجرافات المصريه. مساء الفل. مساء الورد. مساء الفل عم تقول منور الدنيا حبيبي. عزك يا حبيبي. وبعد الشر عنك يعني انا جات لي رساله في الفاصل عينك مالها او عين الاستاذ تامر مالها؟ الحمد لله رب. يعني يا ريت، انا عارف انك اتكلمت بس برضو الحمد لله قدر ولطف. ده ضغط العين لما بيزيد شوية كده فربنا من رحمته ومن لطفه عامل شعيرات دموية صغيرة كده ممكن تنفجر علشان تفش وتاخد تسحب ضغط العين تفرغ الضغط عشان ما تأثرش على قاع العين أو جودة العين يعني. فالحمد لله قدر ولطف وإن شاء الله يعني بعد الشر عنك حبيبي. الحمد لله. ألف سلام عليك. وفرصة برضو إن أنا أطلع لكم بالعين الحمراء أوريكم العين الحمراء. ألف سلام. ربنا يعزك يا حبيبي. تسلم تسلم. تليجراف مصر عامل إيه؟ بخير الحمد لله. أنتوا عاملين شغل ممتاز وكل يوم بتاخدوا قدم وخطوات ممتازة إن شاء الله. ربنا يكتب لكم الخير والتوفيق يا رب. يا رب يا رب. شكر. قول يا باشا ماذا لديك؟ ماذا لديك هذا الأسبوع عن جراب السوشيال ميديا؟ جراب السوشيال ميديا يمكن طلاق وجواز الفنانين وطلاقهم اكتر هو اكتر حاجة بتشغل بال المصريين والمتابعين في بره مصر وجوه مصر. صح. تمام. فما بالك بجواز كان فيه ياسمين عبد العزيز بجمالها وقوتها وحب الناس ليها. ياسمين يمكن من الفنانات القليلين اللي
محبوبين بشكل صح. كبير جدا قريبين جدا جدا, قريبين للناس صح. بسيطة وشعبية ولا عمرها عملت مشاكل ولا عمرها عملت أزمة ولا عمرها زعلت حد ولا صحيح. زعلت جمهور وحتى صحيح. شغلها في السينما والتلفزيون جميل جدا. لا أقول لك عنصر أساسي من وجهة نظر المتواضعة مخليها محبوبة وقريبة من الناس, انه رغم خفة دمها وانها متحررة ومتحركة بس محترمة في ادوارها. ده اكيد عمرها ما عملت مشهد خال مخل ولا حاجة الناس تأخذوا عليها اخلاقيا. ده اكيد منى ياسمين انا بقول منى زكي لان هما كانوا قريبين من بعض وانا اشتغلت في هالنسله 6 سنين فلأسف كانت منى وياسمين هما الاتنين في مسرحية كده اوكي مع بعض وانا كنت مقرب جدا في هذا التوقيت من منى وياسمين. المهم ان ياسمين طلقها مع احمد كان مجرد قنبلة في الوسط الفني صح. بسبب الدراما اللي احيطت حواليه. الطلاق تم في يوم عيد ميلاد ياسمين, الطلاق تم بعد 12 ساعة من احتفال ياسمين بعيد ميلادها, الطلاق تم بعد مناوشات خفيفة استمرت 13-14 يوم من ساعة الحفلات المرتبطة بافتتاح فيلم الاسكندراني لأحمد العوضي وعصام السقا والمجموعة يعني الحاجة الجميلة بتاعت أسامة نورة كشخ الله يرحمه. المهم ان ياسمين النهاردة امبارح هي اعلنت وكان صدمة للجمهور, الناس قالوا دول بيهزروا لكن ياسمين ما بتهزرش. بعدها بساعة احمد كتب على صفحته ان الامر ده حصل. النهاردة في الساعات الاخيرة يا استاذ تامر النميمة في هذا الملف بتبقى مزعجة قوي. اتطلقوا ليه وسابوا بعض اصله وفصله, في فنانة كبيرة وفنانة صغيرة أيوة. والفنانة دي مش عارف لها سوابق والفنانة دي, طب ما تسكتوا سيبوا الناس طالما هم بشياكة شديدة. يعني هي اعلنت ياسمين واحمد قال والجرأة على الدخول الى اسرار البيوت وللاسف ناس كتير كمان تبجحوا ودخلوا في الاعراض طبعا شيء الحقيقه انا مش عارف الناس بتسمحوا ازاي رغم ان لو حد قرب من باب بيتهم بياكلوه يولعوا الدنيا بياكلوه فبيسمحوا ان هم يعملوا اللي ما يرضوش تعمل معاهم طبعا. فياسمين كتبت, احمد كتب انه يبقى الاحترام والتقدير, تم الانفصال رسميا او الطلاق رسميا, يبقى الاحترام والتقدير بين الاثنين. من امبارح بالليل لحد النهارده الساعه 5 كل الكلام على فنانة دخلت في النص واخترقت هذا الجدار وهي اللي فرقت تمام. ياسمين بكل شجاعة النهاردة كتبت بوست جديد لجمهورها مش عارف على فيسبوك ولا انستجرام, فيسبوك قالت فيه يعني فيما معنى اقسم بالله العظيم ان احمد وده انستجرام اشهد امام الله ان هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصلنا شيء قدري مش بايدينا. خلصت كل الكلام وحسمت كل القصص. طب انت هنا كده يا استاذ سامي هي مدارس بس انت من انصار انها كانت ترد. في ناس يقول لك وخلاص هي اعلنت الطلاق المفروض المخابط قفل لانها لو فتحت باب الردود مش هتخلص. هو كان المفترض ياسمين بعد ما اعلنت خبر الطلاق تسكت وتقفل الصفحه مش كده؟ واكيد انا من انصار الموضوع اللي هو النجمين كبيرين زي ياسمين, طبعا ياسمين في مكان لوحده واحمد نجم ايضا في السنوات الاخيره وهو وحقيقي هو استفاد كتير من اسم ياسمين عبد العزيز. كان مفترض ياسمين تسكت والترند كده زي الموجه العاليه هينزل وينبطح, ولكن هي ممكن تكون حبت تسند احمد لقت الهجوم عليه ربما ماشي ربما. بس انا قصدي فتح الباب للرد على الشائعات والاكاذيب باب لا يقفل طبعا فخلاص انت كده شجعت طالما بتردي يبقى مش خيانه. طب ايه بقى؟ طب مش عارف كذا وهي مطالبه ساعتها ترد لانه ما ردتش يبقى اللي هم بيقولوه صح. مظبوط. فانا من انصار عدم الرد. هو طبعا رقم واحد جوه البيوت احنا ما نعرفش ايه اللي بيدور. احسنت دي رقم واحد. رقم اثنين هي ياسمين صاحبة القرار في الرد. انا ما اقدرش اقول لها رديتي ليه او ما رديتيش. لا طبعا حر انا اسالك عن رايك انت. انا لو انا مكانها لا قدر الله يعني مش هرد لكن كل واحد حر طبعا في تصرفه. انا خليني اقول لك ان احنا نزلنا كاميرا علشان نسال الناس في الشارع رايهم ايه. احنا ياسمين نجمه كبيره جدا ومحترمه جدا زي ما سعادتك اتفضلت,
فاحنا نزلنا كاميرا في الشارع يوم ايه في الطلاق يعني نزل زمايلنا عبد الرحمن ومحمود وشباب متدربين لسه طلبه في الجامعه. انا من ضمن الناس اللي سجلوا وقالوا رايهم في طلاق ياسمين واحمد العوضي، جبت لك رد مختلف تماما من بره القطر المصري. سيده كونغوليه من كونغو سجلت معانا ووجهت رساله لياسمين عبد العزيز والاحمد العوضي، بدعوك وبدعو مشاهدي اخر النهار يتابعوها. لسه انا سامعه حالا. وعلى فكره انا من كونغو وبحب تمثيلياتهم قوي، بحب مسلسلاتهم قوي. اخر السنه اللي فاتت برضو تابعت المسلسل اللي هم كان شغالين فيه ومتجوزين بيحبوا بعض، ده يعني عجبني. يعني انا زعلان ليه ما ينفعش كان يعمل كده، وما اعرفش ياسمين مدام ياسمين او وجوزها كلهم بيمثلوا حلو، ومفروض بيته يكون بيت حلو. يعني الطلاق ده ما ينفعش، ربنا لما يلم ما فيش حد يفارقهم. انا علي انا ما مش مبسوطه. في الاسلام في طلاق اول طلقه وثاني وثالث، لو عملوا واحد مفروض يرجعوا عشان هم لاقين على بعضهم. يعني هم كده حلو ما ينفعش يفارقوا، لانه هم كلهم لزاز وناس زراف وجميل. شفت الجمال الجمال والبساطه والحلاوه وخفة الـ يعني والحب اللي مزروع جواها تجاه ياسمين وتجاه. خد بالك يا استاذ، هنا الفيديو اللي انتوا عملتوه في تليجراف مصر الحقيقه بشكرك عليه اولا، لانه يعني مرح ولطيف وواقعي وصادق من الشارع وصادق. بس في لقطه، في زاويتين اتفضل ادعو حضرتك والساده المشاهدين ان هم ياخدوا بالهم منهم. واحد، تأثير الفن والدراما المصرية. الله عليك، ده اللي انا قلته. يعني صح، انتوا بتتكلموا على سيدة كونغولية من قلب افريقيا، كونغولية على بعد الاف الاميال في ادغال افريقيا. طبعا هي اكيد ساكنة هنا او شغالة هنا بشكل ما. بس في النهاية انت حضرتك، انا اسف طبعا ما ازعلش منك، لو رحت الارجنتين مثلا. لا لا مش على الارجنتين. انت هو سامي عبد الراضي صحفي ومثقف وشخصية عامة في مصر. قول لي اسم ممثل كونغولي خالص. يعني انا قول مش مثقف وعامل فيها مثقف خالص. وانا لو سالتك واحد من جنوب افريقيا برضو. لا جنوب افريقيا يمكن انت اخترت دماغك عشان تتفرج على مسلسل جنوب افريقيا. طب من كنت فوار. شفت الفكره، شفت اهميه الفن المصري طبعاً. انه سيده من الكونغو لها كل الاحترام، قوه النعمه، طبيعي انها تكون بتتفرج على الدراما الكونغوليه باللغه الكونغوليه كده. صح، ده مش بس الفرق، دي عارفه ياسمين وعارفه احمد وعارفه مسلسلاتهم وعارفه مش عارف ايه. ولو سالتها على السقا هتقول لك، وسالتها على كريم عبد العزيز هتقول لك. فهذه قيمة الفن والدراما والقوى الناعمة المصرية طبعاً. عشان بس اللي بيقلل من ده، ادي قيمتها دي رقم واحد. الزاوية التانية بقى الاهم، انه اللي احنا دايما ما بنفهموش وبنستغرب له، انه الخلط اللي عند الرأي العام ما بين حياة النجوم وتمثيل النجوم. يعني هي مصدقة العلاقة اللي كانت ما بين ياسمين واحمد في المسلسل بتاع كان اسمه ايه اللي قولوا لنا المسلسل اللي هو الخديوي وبتاع مش عارف، مش فاكر الخديوي. لا كان فيها بينا حاجة، بينا معاد، بينا مش فاكر. لا مش بينا معاد، ده بينا معاد ده حاجة تانية. المهم المسلسل اللي هو كان بتاع وحش الكون، اللي بيقول لها فيه وحش الكون اللي مالوش كبير. برافو عليك، مالوش كبير. فالشارع بيصدق ده، الشارع مصدق. قال لك الاثنين اللي احنا شفناهم بيحبوا بعض في الشاشة دول ما ينفعش يتخانقوا على الطبيعة. صح، أرجو أن الرأي العام ياخد من الدرس ده، أنه يا جماعة ده تمثيل ودي شاشة، والناس دي بشر من لحم ودم زينا، وطبيعي أن هم يتخنقوا، وطبيعي أن هم يفسدوا، وطبيعي يطلعوا ملايكة وكل حاجة زي ما بتحصل لنا بمنتهى الأريحية. طبعا، وفصلوا الشاشة عن الواقع يعني. طبعا، وهي كمان يعني إضافة للي حضرتك لقطته ورصدته، هي قالت أنا زعلانة على الطلاق اللي حصل وقدامهم فرصة للرجوع، وقالت ان الاسلام فيه ثلاث طلقات. صحيح، هم عملوا طلقه واحده، يا فوده يا محمد فوده عملوا طلقه واحده.
تمام. محمد فودة صديقي، هو اصل هو كان بيعلق على واحده كنغوليه وازاي عارفه في الاسلام وعارفه الثلاث طلقات. يا سلام. فكنا بنتناقش واحنا من دقايق قبل الهوا، فقلت له لا عارفه وشاطره ومركزه فهمني. فبتقول يعني هي فاتحه الباب للرجوع، يعني قدامكم فرصه تاني وتقالي ترجعوا. وهي حبتهم كابل، نفسها انه الكابل ده يفضل موجود. مظبوط. ويرجعوا. على فكره لو في فرصه للصلح ما بينهم يا رب احنا بنتمنى، بس انا قصدي انه ارجو مره تانية وثالثه وعشره الناس اللي بيحصل على الشاشه يبقى على الشاشه. تمام. لا علاقه له بالواقع. تمام. طب انا هسالك سؤال، وانت شخصيه عامه ومذيع شهير وبقالك 25 سنه في المهنه. اتفضل. هل حياه الفنانين الشخصيه هي عرضه انها تنقل الى مواقع التواصل الاجتماعي والى الاعلام، وخصوصا حالات مثل الحاله اللي احنا فيها الطلاق؟ يعني لو الزواج مثلا وفرحه وهكذا. بص بس عشان القصه دي يعني حتى بعيدا عن رايي، انا هقول لك ماذا يقول الكود الاعلامي. ايوه. ماذا يقول الكود الاعلامي؟ لانه فنان وانه شخصيه عامه فاخباره متاحه مباحه. ده اكيد. تمام. انا كلامي ايه؟ اخباره مش حياته. في فرق كبير ما بين اخباري وحياتي. ماشي. يعني انا هو شخصيه عامه، انا لو اتجوزت لازم الناس تعرف. تمام. ولا قدر الله لو اتطلقت لازم الناس تعرف. تمام. انجبت ما انجبتش، عملت حادثه لا قدر الله، او عملت حاجه حلوه او كذا، كل دي تدخل في اطار الاخبار. تمام. حلو. تمام. اما علاقتي بزوجتي دي حياتي، علاقتي ببناتي دي حياتي. تمام. صرفت كام في فلوس، ما صرفتش كام في قرض، ما خدتش قرض، بقبض كام مرتب، ما بقبضش كام مرتب، بصرف كام على بيتي، دي حياتي. فهناك شعره زي شعره معاويه كده. أيوة. ما بين اخبار المشاهير وحياتهم اللي هي مباحه متاحه واهتمامات الجماهير فيها مسموح بها، وما بين الحياه الخاصه اللي تعتبر بيسموها كده حرمه البيوت. فاللي يحب يتعدى على حرمتي يتفضل ويشوف بقى اللي هيحصل له. تمام. لا بس هنا المبادره جايه من النجمين او من اصحاب الخبر. مش لما عرضت الخبر يا استاذ زي عرضته من المنطق ده، قلت لهم يا جماعه في خبر جاي من بيقول انه ياسمين واحمد العوضي اتطلقوا، واللي اعلن الخبر ياسمين واكد الخبر العوضي بعديها. فبالتالي بنقول لهم معلش يا جماعه وربنا يوفقك في حياتكم المستقبليه كذا وكذا. اما اتطلقوا ليه، هو عمل ايه، ولا هي عملت ايه، ده دخول في الاعراض وفي البيوت، ارجوكم امتنعوا. احسنت عنه. احسنت احسنت. نتمنى كل الخير لياسمين واحمد وربنا يوفقهم في اي خطوه ليهم ان شاء الله. بمناسبه الكونغوليه هنروح جنوب افريقيا، اللي جنوب افريقيا هذا الاسبوع وتحديدا من الخميس اللي فات وقبل الخميس اللي فات كانت ملء السمع طبعا. والبصر في مصر وفي العالم في العالم كله مش العالم العربي. صحيح. لاول مره بناء على شكوى تقدمت بها جنوب افريقيا الى محكمه العدل الدوليه، اسرائيل بتساءل لاول مره، وتذهب اسرائيل وتروج اسرائيل اكاذيبها من داخل محكمه العدل الدوليه. صحيح. فتحيه الى جنوب افريقيا وحكومتها وشعبها اللي قدر يزلزل اسرائيل ويجرجرها حتى محكمه العدل الدوليه. موجه كبيره جدا من التعاطف والتحيه والاجلال وكل حاجه حلوه. الاحترام. والاحترام اهم حاجه. الاحترام طبعا في اتجاه بصراحه يا استاذ سامي، اولا من حيث الاقدام على الخطوه والتفكير فيها، ثم الاعداد الممتاز لها. شفنا. ثم الاخراج العظيم بصراحة. يعني انت بتتكلم على مجرد ان يجي في دماغهم فكره ان هم يتقدموا بشكوى او بعريضه لمحكمه العدل الدوليه لاتهام اسرائيل بالاباده الجماعيه، ده في حد ذاته قرار تاريخي بجنوب افريقيا يستحق عليه كل التحيه. ثم اسبوعين اللي خدوهم للاعداد والتحضير بشكل فني سياسي قانوني عظيم بصراحه. ثم عملوا ملحمه قانونيه ابهرت حتى الجانب الاسرائيلي. تدرس. يوم الخميس عملوا برزنتيشن ما كانش ناقص حاجه، كان ناقص بس انه هيئه المحالفين يسقفوا لهم. صحيح. لدرجه انه الراجل الاسرائيلي من كتر ما اتخض من جوده العرض وقع في شبر ميه وورقه اتلخبط وقعد يقول لك مين لا مؤاخذه لعب في ورقي. ايوه. حد في محامي محترم يطلع يقول انا ملعوب في ورقي؟ انت محامي محترم حد يقول كده انا ملعوب في ورقي؟ يا راجل عيب. هم ملعوب في اساسهم. والله حاجه تضايق. ملعوب في اساسهم. اساسهم طبعا كله في شنك. تحيه لجنوب افريقيا. يمكن اللي حاصل ده المشهد ده
هذا المشهد السياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى تحول إلى تشجيع لجنوب أفريقيا، والناس كلها كتبت احنا هنشجع جنوب افريقيا هنشجع بس جنوب للاسف افريقيا. لما شجعوهم خسروا لما شجعوهم خسروا من مالي 2-0 فارجوكم يعني سيبوا جنوب افريقيا في حالها، نحييهم ونقف معاهم سياسيا ونقدر ونجل هذا الموقف، ولكن سيبوهم في الكوره يعملوا اللي عايزينه. ابوس ايديكم يا تشجيعكم جابهم الارض امبارح. بس بمناسبه الكوره، بمناسبه انا اسف بس عشان الجمله دي واقفه في حلقي ودي نقطه مهمه، لان انت عارف احنا ما بين السوشيال ميديا دي خليط ما بين الجد والهزار والرسائل والدروس. طبعا كل اللي احنا قلناه فيما يتعلق بجنوب افريقيا جد في الاحترام والتحيه والتقدير، وضيفوا للجد جد بقى هنا انه انا دعوتي الحياه للدوله المصريه انه جنوب افريقيا دوله تستحق الاقتراب منها كثيرا والشراكه معها كثيرا، سواء على المستويات السياسيه والاقتصاديه. جنوب افريقيا اقتصاد واعي وقوي وصاعد بسرعه الصاروخ، وكفايه ان هو شريك اساسي في البريكس وهو ضمن الدول العشرين الاقوى اقتصاديا على مستوى العالم. ثانيا انا متابع لسياسات ومواقف جنوب افريقيا في الملفات السياسيه في العالم، فيها اتزان وفيها حكمه الحقيقه وفيها رقي. فالحقيقه انا رايي اذا كنا بنبحث عن شراكات وتحالفات فالاولى جنوب افريقيا ان احنا نحط ايدينا في ايديها والقاره تقاد من شمالها ومن جنوبها بشكل محترم. اكيد دبلوماسيتنا المصريه الممتده عبر التاريخ وعبر الازمان قادره على صناعه جسور من التواصل مع كل افريقيا، ويمكن على مدار السنين اللي فاتت اللي حصل في اخر 8 سنين من تواصل مع دول افريقيا طبعًا. كوم وما قبله كان كوم اخر أحسنت. كوم سيء جدا يعني أحسنت. حوالي 23 زياره افريقيه للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لدول افريقيا، وده امر مهم جدا. لا كان وزخم وثقل واهميه وكانت افريقيا اللي كانت مفتقده رجعت بثقلها دلوقتي. كانت افريقيا مهمله تماما وكانت بعيده كل البعد. فتحيه لوزاره الخارجيه ومن فيها، وتحيه للدبلوماسيه المصريه والقياده المصريه في هذا الملف. لسه في الكوره، احسنت، لسه في الكوره يا صديقي العزيز. طبعا في لغط وميكس ما بين السخريه من اداء مصر قدام موزمبيق والحزن على اداء منتخب مصر. ان احنا تخيل موزمبيق دي قابلناها على مدار 38 سنه من سنة 86 لحد النهاردة ما دخلتش فينا جون. 38 سنة ما دخلتش فينا جون، دخلت جونين في 3 دقايق يوم الحد اللي فات. طبعا يمكن أنا تابعت ردود فعل كتير من اللاعبين ومدربين قالوا إن الرطوبة مع درجة الحرارة بتؤثر، قال لك اللاعبين ما قدروش ياخدوا نفسهم تمام، وده سببه. يعني المغرب اللي هو كسب النهارده 3-0 من شويه مسافر لكوت ديفوار من 10 ايام ومعسكر هناك من 10 ايام تأقلم على الاجواء. احنا للاسف ما بنفكرش او ما فكرناش ان احنا نسافر بدري ونتأقلم. يعني طبعا انا متفق معاك انه الجو والرطوبه والحر والبرد والسيل والمطر والهرش والكلام كل الكلام ده يعني مؤثر، بس معلش مصر وموزمبيق الكلام ده لما نتكلم على مصر وكوت ديفوار، مصر وغانا، مصر وكذا، فنقول الرطوبه عندنا هم واخدين اكتر، لكن مصر وموزمبيق لا حر ولا برد ولا رطوبه ولا ترمومتر ولا بنادول ولا بس المول ولا الهواء. بس ولا الهواء. اللياقه بتفرق والنفس بيفرق. يا ريس اللعيبه ما كانتش بترفع رجليها يا باشا، ده بعد الجول انت ما جيتش، بعد الجول انت ما جيتش. لا مفيش الكلام ده، لو انا وقعت في اخر تلت ساعه، وقعت في اخر ربع ساعه، وقعت في الشوط، لكن انت الشوط الاول بعد الجول 5-6 دقايق وموزمبيق مسكت الكوره وانت بعد كده قاعد تتفرج. لا يعني هو بص، هو انا مبسوط ان اللي حصل ده حصل انه درس. تمام. اللعيبه اللي نازله بتهزر ومطفيه المكن على اساس ان دول 3 نقط في الجيم، عرفوا ان الله حق، وشافوا متهيألي كمان في كل مباريات بقى تونس والجزائر وكذا انه افريقيا تغيرت. ده فرق كبيره كانت بتشيل 7 و8 دلوقتي لا بت... ناميبيا يا ريس، ناميبيا وجامبيا، ناميبيا اللي احنا كسبناها في اخر طبعا كسبت امبارح، كسبت تونس امبارح. صح افريقيا تغيرت. لا والراس الاخضر ده انت لسه هتقابل غانا بكره، ده غانا سهله. الراس الاخضر دي الفريق كارثي، ربنا يستر علينا. طبعا في لوم على اللي بتكتب في لوم على محمد صلاح، كل التحيه
لمنتخبنا، وان شاء الله نعمل ماتش كويس بكره يا استاذ تامر. باذن الله بكره تبقى المنتدى المصريه ونرجع ندي كارت الذهب لدول القاره الافريقيه باذن الله. انا استمتعت وبشكرك والف سلام عليك حبيبي، ربنا كل يكرمك. التحيه ليك ولجمهورك، ونشوفك ان شاء الله في حلقه السبت باذن الله، وقد عدت الى طبيعتك الى بياض العين بلاش العين الحمراء. حبيبي يا ابو سمسم، ونورت مكانك، ودايما بنسعد بوجودك وطلاتك، وكل التوفيق كمان ليك وللزملاء في موقع تليجراف مصر. شكرا جزيلا. خلصت فقرتنا، حلقتنا، اسبوعنا، زي ما قال الاستاذ سامي اشوفكم مساء السبت على خير، وان شاء الله نكون محتفلين منتصرين بفوز منتخبنا بكره على غانا واستعاده الامال في قلب الادغال.